بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم درسا جديدا من دروس الإملاء، ألا وهو درس اللام الشمسية واللام القمرية، وبعده نتناول درس حروف المد إن شاء الله. اللام الشمسية واللام القمرية. اللام الشمسية هي تلك اللام التي تكتب ولا تنطق، هي تلك اللام التي تكتب ولا تنطق، مثل الشمس، الطويل، الثوب، التين، الظرف، السماء. فتلك اللام كتبت ولم ننطقها، مثلا كلمة الشمس ننتقل من الألف إلى الشين مباشرة ولا ننطق اللام. لو قلت كلمة الشمس خطأ، لأن هنا اللام لام شمسية تكتب ولا تنطق. إذا نطقت كلمة الطويل وقلت الطويل فإنها يكون نطقا خاطئا، لأننا لابد أن ننتقل من الألف إلى الطاء، لأن هذه اللام لام شمسية تكتب ولا تنطق. من علامات أو شروط اللام الشمسية أن اللام لا يكون عليها أي حركات ولا سكون. اللام في كلمة الطويل لا يكون شيء عليها، لا حركة، لا ضمة، لا فتحة، لا كسرة، لا سكون، لا شد، لا أي شيء على اللام. أما الحرف الذي بعد اللام الشمسية مباشرة لابد أن يكون مشددا، الطويل، الطويل مشددا، بمعنى أنني أقف عليه في النطق وأضغط عليه وكأنني أنطقه مرتين متصلتين، فهذه الشدة هي التي عرفتني أن اللام لام شمسية تكتب ولا تنطق. فأنا أنتقل من الألف في كلمة السماء من الألف إلى السين مباشرة ولا أنطق حرف اللام. لماذا؟ لأنها لام شمسية تكتب ولا تنطق. إذا فاللام الشمسية يا أبنائي الأعزاء هي اللام التي تكتب ولا تنطق، مثل كلمة الطويل، الثوب، الظرف، السماء، الشمس. وهناك بعض الحروف الشمسية التي إذا جاءت بعد اللام كانت هذه اللام لام شمسية، لام شمسية أي تكتب ولا تنطق. وهذه الحروف هي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. فمثلا كلمة اللون، 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 اللام هنا لام شمسية لأنها جاءت بعدها، لأنها أولا كتبت ولا تنطق، ثانيا أنها جاءت بعدها لام مشددة تنطق وكأننا ننطقها مرتين، اللون. مثلا كلمة النوم، النوم، الطويل. فكل هذه الكلمات اللام لام شمسية تكتب ولا تنطق، وهذه اللام لا يكون شيء عليها لا حركة ولا سكون، أما الحرف الذي بعد اللام فلا بد أن يكون مشددا أي ترسم فوقه الشدة. اللام القمرية، تكتب اللام القمرية وتنطق. هنا اللام القمرية تختلف عن اللام الشمسية، اللام الشمسية تكتب واللام القمرية تكتب، ولكن اللام الشمسية لا تنطق، أما اللام الشمسية فننطقها مثلها مثل باقي الحروف في الكلمات، مثل كلمة القمر، القمر، الباب، الولد، العمل، الفوز، اليوم، القمر. هنا أنتقل من حرف الألف إلى حرف اللام، ولم أقل القمر. إذا قلت كلمة القمر خطأ، لأن هذه اللام لام قمرية. إذا قلت كلمة الباب خطأ، لأنها لام قمرية ولا بد أن تنطق مثلها مثل باقي حروف الكلمة. الباب، الباب. هنا اللام كتبت ونطقت، فهي لام قمرية. من علامات ومن شروط اللام القمرية أن تكون عليها سكون، والحرف الذي بعد اللام القمرية يكون عليه حركة عادية بدون شدة. تكون اللام عليها سكون أي أنها تنطق، ويكون الحرف الذي بعدها عليه فتحة، كسرة، ضمة بدون شدة، أي أن الحرف الذي يأتي بعد اللام القمرية لا يكون مشددا. والحروف القمرية نستطيع أن نجمعها في كلمة ابغي حجك وخاف عقيمة، ابغي حجك وخاف عقيمة. نستطيع أن نقولها بالتفصيل، أو هذه الحروف بالتفصيل: الألف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والواو والواو والهاء
والياء. فكل هذه الحروف إذا جاءت بعد اللام أصبحت اللام لام القمرية تكتب وتنطق. أيها الأعزاء، الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية أن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، أما اللام القمرية فتنطق وتكتب. اللام الشمسية لا يكون عليها شيء، لا حركة ولا سكون، والحرف الذي بعد اللام الشمسية لا بد أن يكون عليه شدة، لا بد أن يكون مشددا. أما اللام القمرية فيكون عليها سكون، والحرف الذي بعدها يكون عليه حركة عادية بدون تجديد، مثل كلمة العمل، العمل، الفوز، الباب، الباب، القمر. ننتقل معا إلى حروف المد. حروف المد، المد بالألف. حروف المد عندي 3 حروف: مد، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. المد بالألف معناه أننا نمد الصوت للحرف الذي قبل الألف بالفتح. مثلا كلمة قال، قال، انظر انظر، انطق معي، حاول أن تنطق معي، قال يساعد، تمثال، ينادي، سماء، ساعة. فكل هذه الكلمات بها حرف مد. حرف مد هو حرف الألف، والحرف الذي قبله ألا وهو حرف السين نسميه الحرف الممدود. الحرف الذي قبله وهو حرف السين نسميه الحرف الممدود. تمثال، المد بالألف والثاء هي الحرف الممدود. ينادي، المد بالألف والنون هي الحرف الممدود. سماء، المد بالألف والنون هو والميم هو الحرف الممدود. إذا المد بالألف معناه أننا نمد الصوت للحرف الذي قبل الألف بالفتح. من شروط المد بالألف أن يكون الحرف الذي قبل المد لابد أن يكون مفتوحا، لابد أن يكون مفتوحا. فكلمة سماء، الميم هي الحرف الممدود، لابد أن تكون مفتوحة، فإذا كان عليها حركة غير الفتح كان حرف الألف لا يعد حرف مد ويعد حرفا عاديا من الكلمة. من شروط المد بالألف أن يكون الحرف الممدود أي الحرف الذي قبل المد بالألف مفتوحا أي عليه فتحة، فإن كان عليه حركة أخرى غير الفتحة كان حرف المد اللي هو الألف يعد حرفا عاديا في الكلمة ولا نعتبره حرفا من حروف المد. المد بالواو، المد بالواو هو مد الصوت للحرف الذي قبله بالضم، مد الصوت للحرف الذي قبله بالضم، مثل كلمة شهور. قل معي: شهور، منصور، مسعود، قبور، نحور، دهور، ميسور. إذن فكلمة شهور فيها مد بالواو، المد هنا مد بالواو، والهاء هي الحرف الذي قبل الواو نسميه الحرف الممدود. كلمة منصور، كلمة مسعود كذلك، الحرف الذي قبل الواو نسميه الحرف الممدود. انطق معي: دهور، بنضم فمنا في المد بالواو، دهور. من شروط المد بالواو أن يكون الحرف الذي قبل المد بالواو لابد أن يكون عليه ضمة، فإن كانت هناك حركة أخرى غير الضمة على الحرف الممدود صارت الواو حرفا عاديا غير حرف المد، مثل كلمة يطوي، يطوي. فهنا حرف نعتبر أن الواو حرف مد، أما الحرف الذي قبلها الطاء ليست عليه ضمة ولكن عليها سكون، يط يط يط، يطوي يطوي. إذن فالواو هنا لا تعتبر حرف مد ولكنها تعتبر حرفا عاديا في الكلمة، مثلها مثل الياء ومثل الطاء ومثل الياء. يتبوأ، كلمة أخرى يتبوأ، فحرف الباء هنا عليه فتحة مفتوح وجاءت بعده واو، فلا نعتبر هذه الواو حرف مد ولكن نعتبرها حرفا عاديا مثل حروف باقي الكلمة. إذن المد بالواو لابد أن يأتي قبله حرف مضموم، فإذا جاء الحرف الذي قبله غير مضموم كان يأتي عليه فتحة أو تحته كسرة، فلا يعد حرف الواو مدا في الكلمة وإنما يصير حرفا مثل باقي الحروف في الكلمة. المد بالياء، المد بالياء هو مد الصوت للحرف الذي قبله بالكسر.
مثل كلمة كبير، سعيد، قريب، سميع، بصير، قدير، طويل. انظر إلى كلمة سميع، قل معي سميع. نلاحظ أن هنا مد بالياء، والحرف الممدود هنا هو الميم، وهو حرف مكسور. سميع، بصير. من شروط المد بالياء أن يكون الحرف الذي قبله تحته ممتاز، تحته كسرة، ممتاز، إني أسمعك لا تتردد، ممتاز يا بني. الحرف الذي قبل المد بالياء لابد أن يكون تحته كسرة، أي مكسور. فإن جاء الحرف الذي قبل المد بالياء مفتوحا أو مضموما لا تعد الياء حرفا من حروف المد، وإنما تعد حرفا عاديا من حروف الكلمة، مثل البيض، الباب، باب، با، البا. الباء هنا جاءت مفتوحة وجاءت بعدها ياء، إذن فحرف الياء هنا لا يعد حرف مدا لأن الباء جاءت مفتوحة ولم تأتي مكسورة. ومثلها كلمة الصيد، الصيد، حرف الصاد هنا جاء مفتوحا وجاءت بعده ياء، فهنا حرف الياء لا يعد حرفا من حروف المد، وإنما يعد حرفا عاديا في الكلمة. إذن فحروف المد إما أن يكون مدا بالألف، وإما أن يكون مدا بالواو، وإما أن يكون مدا بالياء. أما المد بالألف فلا بد أن يأتي قبله حرفا، فلا بد أن يأتي قبله حرفا مفتوحا، وأما المد بالواو فلا بد أن يأتي قبله حرفا مضموما، وأما المد بالياء فلا بد أن يأتي قبله حرفا مكسورا. فإن جاءت هذه الحروف متغيرة يعد حرف المد حرفا عاديا ولا يعد حرفا من حروف المد. خلاصة الدرس أيها الأحباب، نعود إلى اللام الشمسية واللام القمرية. أن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، مثل كلمة الشمس، السماء. واتفقنا أن اللام الشمسية لابد أن يأتي الحرف بعدها مشددا، أما اللام فلا يكون عليها شيء. اللام القمرية هي تلك اللام التي تكتب وتنطق، مثل كلمة القمر، العمل. واتفقنا معا أن اللام القمرية لابد أن يكون عليها سكون، والحرف الذي بعدها يأتي عليه حركة عادية. حروف المد إما أن يكون مدا بالألف، مثل كلمة سماء، قال، عاد، وإما أن يكون مد بالياء، مثل كلمة كبير، بصير، عليم. المد بالواو مثل كلمة شموس، شموس، طيور، صبور. إذن خلاصة الدرس أيها التلاميذ الأعزاء، حروف المد، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. كيف يأتي السؤال في هذا الدرس في الاختبارات؟ من الممكن أن يطلب منا السؤال أن نبين نوع المد في الكلمات التالية: الطيور، السماء، المسلمون، البديع. أنا أنطق الكلمات بسرعة لأنني أود أن أتركك أنت تنطقها وتستخرج حرف المد الموجود بالكلمة. مثلا كلمة الطيور، قل معي الطيور، الطيور. أين حرف المد؟ ممتاز، ممتاز، نعم، حرف المد هنا مد بالواو. وأين الحرف الممدود؟ الحرف الممدود هنا هو الياء. ولماذا اعتبرنا حرف المد الواو؟ لماذا اعتبرنا الواو حرف مد؟ لأن الياء الذي جاءت قبل الواو عليها ضمة مضمومة. السماء، قل معي السماء، السماء. أين حرف المد؟ ممتاز، ممتاز، إني أسمعك، ممتاز. مد بالألف لأن الميم مفتوحة. المسلمون، المسلمون، هنا حرف المد مد بالواو. البديع، البديع، هنا حرف المد ممتاز، مد بالياء لأن الدال هنا مكسورة. قد يأتي سؤال آخر ويقول: بين نوع اللام في الكلمات التالية. نوع اللام: المدرسة، الثوب، الطريق، المعلم. أتركك أنت لتنطق. المدرسة، انطق معي المدرسة. نطقنا اللام؟ أي نعم نطقنا اللام. إذن فهي لام، ممتاز، إذن فهي لام قمرية لأننا نكتب اللام وننطقها. الثوب، الثوب، الثوب. هل نطقت اللام؟ لا، لم تنطق اللام، ممتاز، لم تنطق اللام، وانتقلنا من الألف إلى الثاء مباشرة، إذن فهي لام
الله، ممتاز. إذن فهي لام شمسية. الكلمة التالية، الطريق. الطريق، الطريق. نطقت اللام؟ لا، لم تنطق اللام، ممتاز، ولكننا انتقلنا من الألف إلى الطاء مباشرة، إذن فهي لام شمسية. ممتاز. المعلم. المعلم، انطق معي المعلم. هل تنطق اللام؟ نعم أنطقها، إذن فهي لام قمرية. إلى هنا أيها الأحباب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا حروف المد واللام الشمسية واللام القمرية، ومع نفهم نتعلم ببساطة. أعزائي تلاميذ الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.